السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة تجمعنا وياكم طبعا في قناة الظفرة وعبر برنامجكم مساء الإمارات. يا هلا ومرحبا مشاهدينا، أكيد مستمرين معاكم ساعة ونص في فقراتنا المتنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. أما الحين خلنا نروح معاكم إلى أهم عناوين لحلقة اليوم. في حوار المساء نتساءل، هل مجتمعنا مثقف إسعافيا؟ دكاكين الخير تجوب الإمارات في عام الخير، وكمائن العتمة نافذة إطلالة على الروح. على سالفة الإسعافات، إذا نحن عندنا الثقافة ولا لا، أحيد نحن أخذنا دور على الإسعافات الأولية، أخذنا هني في الاستوديو. أنا ما أخذت وياه بصراحة. إذا يقولك إذا في حد مريض لازم تيجي عدالة وتقول له هل تريد المساعدة؟ فأنا يوم سويت الدورة هذه الإسعافية رحت قلت له ساعدني سويت أنا الجثة أنا اللي عكست الدور معه. يعطيك العافية مشاهدين، إذا محتاجين أي إسعافات أولية ومحتاجين جثة ترى لا تجون عندي. بيقول على حوار المساء إن شاء الله اليوم بتستفيدون إن شاء الله. طبعا أكيد بستفيدين منها. الإسعافات الأولية شيء مهم جدا، ولا بد أن احنا التدخل نعرف متى ندخل ومتى ما ندخل. أما الآن أخذكم لنشرة الأخبار والزميلة شيماء الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وذلك بمناسبة عيد الدستور لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى فخامة الرئيس إنجي دودا. وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة لدولة تستغرق يومين، وكان في مقدمة مستقبله لدى وصوله مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. وصافح فخامة الرئيس المصري مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري. كما كان في الاستقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين في الدولة. ويرافق الرئيس المصري وفدا يضم معالي سامح شكري وزير الخارجية، ومعالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وعددا من المسؤولين. العلاقات الإماراتية المصرية في سياق هذا التقرير من إعداد الزميل أيمن مصبح. تكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة تصب في صالح البلدين وتعزز من تعاونهما في العديد من القضايا المشتركة، كما تعكس جذور الصداقة والأخوة القائمة في إطار تحكمه أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك.
وتعد العلاقات الإماراتية المصرية نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومن حيث استقرارها ونموها المستمر وديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما. وتميزت العلاقات الإماراتية المصرية بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين، ما انعكس إيجابياً على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الشعبي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية. غير أن من أهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة، أهمها العمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السليمة. وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق عراها من يوم إلى آخر إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي ضاعف حجم الاستثمارات الإماراتية في جمهورية مصر العربية. وتتبع ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة في وسائل متباينة لتنفيذ برامج التعاون مع مصر وفق تقرير أصدرته وزارة الخارجية بعنوان الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يدا بيد. أيمن مصبح، قناة الظفرة. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سعادة كيم كوان جين مستشارا لأمن الوطني الكوري وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى. وقام سعادة عبد الله سيف عل النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية بتقليد مستشار الأمن الوطني الكوري الوسام في القصر الرئاسي في سيول. وعرب مستشار الأمن الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية عن سعادته لمنحه هذا الوسام الرفيع، وتقدم بالشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا التكريم. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في مكتب سمو الحاكم. رحب سموه في بداية اللقاء بالأمين العام لجامعة الدول العربية مثمنا دور الجامعة في دفع أو في دعم مسيرة التلاحم العربي، مؤكدا سموه ضرورة الالتفاف والترابط العربي في الوقت الحالي لمواجهة الحملات الظلامية وموجات التطرف التي تحيط بعالمنا العربي وتسهب في زعزعة الوحدة العربية. من جانبه ثمن معالي أحمد أبو الغيط جهود ومبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة في تبني النهج الثقافي البناء لتأسيس مجتمع مثقف ومتماسك. أصدر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً رقم 9 لسنة 2017 بشأن تعيين السيد صالح محمد صالح الجزيري مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في الإمارة. نص القرار على أن يكون مدير عام دائرة التنمية السياحية المعين مسؤولاً أمام حاكم إمارة عجمان وأمام رئيس الدائرة عن مباشرته لصلاحياته وممارساته لسلطاته الواردة في المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2012. يلغى هذا القرار من تاريخ صدوره والعمل بالقرار الأميري رقم 2 لسنة 2012، ويسري هذا القرار ويكون نافذا قانونا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بديوان الحاكم اليوم سعادة بارك كانغ هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه كسفيرا لبلاده لدى الدولة. رحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير الكوري متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
كما وبحث سموه السفير الكوري خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والذي قدم للسلام على سموه وتقديم درع جائزة أفضل جهة مشاركة في تقديم البحوث العلمية ضمن جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي في دورته الثالثة 2017، وبعد فوز شرطة رأس الخيمة بها كأفضل جهة مشاركة في الجائزة على مستوى والوزارة. وقال صاحب سمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء، قال إن شرطة رأس الخيمة استطاعت أن تحقق هذا النجاح لإيمانها بأهمية البحث العلمي في تطوير العمل الشرطي والأمني، وأن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازاتها المضيئة. وقد سلم قائد عام شرطة رأس الخيمة درع جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي كأفضل جهة مشاركة في الجائزة على مستوى الوزارة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تقديرا وعرفانا لدعم سموه واهتمامه ومتابعته الحثيثة والمستمرة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف المجالات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أهمية دور اللغة العربية في نقل تراثنا وحضارتنا باعتبارها نبراسا لكافة علومنا وثقافتنا، مشددا سموه على أهمية الحفاظ عليها لما تمثله من ثقافة وهوية لأمتنا وسبيلا لرقيها وتميزها. جاء ذلك خلال تكريم سموه للفائزين في الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للغة العربية وافتتاح المؤتمر الدولي السادس للغة العربية. وقال سموه في هذا الصدد، اللغة العربية لغة كل عصر وهي منبع لمعظم الحضارات الإنسانية، يتحدث بها أكثر من نصف مليار عربي ومسلم. ولذلك جاءت توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بدعم جميع المبادرات التكنولوجية الذكية والتقليدية للحفاظ على موروثنا وحضارتنا المتمثلة في لغتنا العربية. نرغب في إضافة كل مفردات ومفاهيم التكنولوجيا والأدوات الحديثة أولا بأول إلى لغة الضاد، فلغتنا العربية لغة شابة ثرية، لغة مبدعة لا تشيخ، والحفاظ عليها مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات وحكومات. كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي ظهر اليوم الفائزين بجائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية والجائزة العالمية الإسلامية للأعمال ضمن الدورة 23 من جوائز اقتصادية دبي لتميز قطاع الأعمال، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي. كما كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في مؤشر السعادة من أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة. وفي هذا الصدد قال سعادة إسام الجمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الحفل، قال إنه تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والرامية إلى التزام بثقافة الجودة والتميز. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن القطاع الصحي في الدولة يحظى باهتمام كبير ورعاية من قيادة الدولة التي حققت نقلة نوعية على مستوى الخدمة الطبية طبقا لأرقى المعايير العالمية. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم عيادة مستشفيات الإمارات في إمارة الفجيرة والتابعة لمجموعة مستشفيات الإمارات. وقال سموه في هذا الصدد، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تتضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم الصروح الطبية في الإمارة وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات الصحية. وقام سموه بجولة في أقسام العيادة حيث استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على العيادة عن أحدث الأجهزة الموجودة والمستلزمات الطبية والتقنيات الموجودة بها.
وقعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي ريبيكا كاداجا رئيسة برلمان جمهورية أوغندا رئيسة المجموعة الجيوسياسية الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي وقعت على مذكرتي تفاهم بين المجلس وبرلمان جمهورية أوغندا والمجموعة الأفريقية التي تضم 51 دولة لتعد الأولى من نوعها التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية على المستوى العربي. تهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أوغندا وبرلمانات دول المجموعة الأفريقية وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة فعالية دورة 25 من معرض أبو ظبي الدولي للمجوهرة والساعات والتي تنظمه شركة ريد للمعارض بالشركة الاستراتيجية مع مجلس سيدات عمل أبو ظبي، ويستمر حتى 6 مايو الجاري بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض. وقد شاهد معاليه أكبر حجر زمرد يعرض للمرة الأولى في العالم خارج البرازيل ويبلغ وزنه 500 كيلوغرام، وتم اختيار أبو ظبي لأن تكون أول مدينة يعرض فيها. ويشكل معرض أبو ظبي الدولي للمجوهرات والساعات منصة استثنائية تجمع أشهر مصممي المجوهرات والمواهب الناشئة في بوتقة واحدة، إضافة لأحدث المجوهرات والحلي لعشاق الأناقة والفخامة. أكدت أسرة الشهيد حسن عبد الله محمد البشر في إمارة رأس الخيمة عن فخرها واعتزازها باستشهاد ابنها في ميادين العزة والكرامة حينما لبى نداء الواجب الوطني كأحد جنود دولة الإمارات البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت استشهاد حسن عبد الله محمد البشر أحد جنودها البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن. الزميل عبد الله الحريبي زار مجلس عزاء الشهيد في إمارة رأس الخيمة ووفانا بالتقرير التالي. حسن عبد الله البشر بطلا من أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة الذي قدم روحه فداء لهذا الوطن ولتلبية نداء هذا الوطن، فاليوم يطرز اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة الشرف لأبطال دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله رب العالمين، اليوم نشكر الله ونحمده أن شقيقنا انضم إلى كوكبة البواسل الأبطال الشهداء. الحمد لله نحن سعيدين وفخورين بهذا البطل الجديد اللي انضم إلى كوكبة الأبطال الشهداء. الحمد لله رب العالمين، مشاعر الفخر للأب والأم والأخوان والأشقاء والشقيقات شيء كبير جدا ما يوصف. اليوم الدفاع عن الوطن فرض، هذا ما قاله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، ونحن تحت هذه الراية مستعدون تحت أمره في أي وقت في أي حاجة. الوطن يستحق منا الكثير، يستحق أن نعطيه بدمائنا بأرواحنا بأجسادنا بكل ما نملك. كان يتمنى المرحوم أن يستشهد والله سبحانه وتعالى قدم له هذه هدية، نحن نعتبرها يعني هدية كبيرة من الله، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء. والله أن أحس بفخر واعتزاز كبير بإخواني الشهداء. اليوم العائلة عندنا إخوان شهداء، أخوي ناصر شهيد والخالتي علي شهيد وهذا ابن عمي والخالتي بعد شهيد، وهذا فخر لنا كلنا طال عمرك، ونعتز نحن طال عمرك نعتز أن بشهادة الإخوان كلهم نحن موجودين لهالبلد خدمة الوطن هذا، وفخورين أن يكونوا أخواننا شهداء. نحن مستعدين في أي لحظة نفدي بروحنا وعيالنا لهالبلد.
بكل فخر واعتزاز واحة الكرامة وساحة الشهداء تسجل بطلا من أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة شهيد الواجب شهيد الوطن حسن عبد الله البشر. في الشأن اليمني أكد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية أن لقاء الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة السبت الماضي تركز على استعراض ما تم إنجازه في إطار عملية إعادة الأمل التي انطلقت قبل حوالي عامين. وقال المصدر في بيان صحفي إن الرئيس اليمني بحث مع العاهل السعودي خطوات للدفع بعملية إعادة الأمل وحل كل ما قد تواجهها من معوقات بشكل فعال وعاجل، وأضاف أن اللقاء أسفر على اتفاق البلدين بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن وعضوية السعودية والإمارات لرفع مستوى التنسيق وتكامله وبحث كل ما يطرأ من أمور تعيق تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للشرعية في الجمهورية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها. اقتصاديا، ارتفعت مكاسب سوق أبو ظبي المالي في نهاية تعاملات اليوم مع زيادة العمليات الشرائية على ثلاثة قطاعات أبرزها الاتصالات والبنوك، بينما واصل سوق دبي المالي التراجع ليرفع خسائره الصباحية بفعل عملية جني أرباح على الأسهم القيادية. نتابع. وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. لا شك أننا عندما نرى حادث أيا كان مروري أو غيره فإننا نتألم ونتأثر وندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يصيب أحد بمكروه، ولكن ما هي الإمكانية لتدخلنا في حمليات الإسعاف إذا اضطر طبعا الأمر، وإذا امتلكنا معلومات كافية وتدريب عن الإسعافات الأولية. هنا نسأل، هل من الواجب التدخل في كل حالة تستوجب إسعاف أم أننا نترك الأمر للمسعفين؟ يأتي هذا الموضوع في ظل تأكيد قيادات تنفيذية في قطاع الرعاية الصحية على أهمية توعية المجتمع بثقافة الإسعافات الأولية كونها تساعد على إنقاذ أرواح المصابين والمرضى، بينما أيضا أكد مسعفون لصحيفة البيان مؤخرا أن الإسعافات الأولية ثقافة غائبة تقلل فرص إنقاذ المصابين والمرضى. واليوم نحن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ زيد المعمري رئيس شعبة إسعافات الموانئ بمؤسسة إسعاف تبين. راح فيك أستاذ زيد. الله يخليك أخوي، تسلم. أنا أعتقد أن البرنامج هذا يقدم أشياء طيبة للمجتمع، وهاي من المواضيع الهادفة اللي أنتوا ركزتوا عليها وإن شاء الله أنها تخدم المجتمع. أكيد طبعا، نحن بندخل إن شاء الله وياك أسئلتنا كثيرة عن الموضوع، وتوعية المشاهدين بيكون من خلالك إن شاء الله، لكن عقب تقرير عادنا إن شاء الله. حاضرين. الله يحفظك. إذن مشاهدينا تقرير ونعود مع زيد، تابعونا. تشكل معرفة الجمهور بأساسيات الإسعافات الأولية عائقاً وتحدياً كبيراً أمام مؤسسات الإسعاف الوطنية، فعلى الرغم من سرعة استجابة وحدات الإسعاف في الدولة للحالات الطارئة، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة نشر ثقافة الإسعاف بين الجمهور، خصوصاً وأنه في غالب الحالات قد تتوقف حياة شخص بأكملها على مساعدة بسيطة من أحد الموجودين بقربه. و
ومن هذا المنطلق فقد طالب مواطنون بضرورة نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين مختلف شرائح المجتمع، منتقدين غياب هذه الثقافة عن الكثير منهم، والتي يسهم امتلاكها في إنقاذ حياة الكثير من المصابين عبر تدريب مسعف واحد لكل أسرة وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الإسعافات الأولية. كما طالبوا بتدريس منهج الإسعافات الأولية في المدارس والجامعات والاستعانة بمدربين ذوي خبرة وكفاءة لتدريب العمال على مبادئ الإسعافات الأولية وإجراء تدريبات عملية لطلبة المدارس وعدم اقتصار المعلومات على الجانب النظري. يعني نصيحتي بس اللي أبغى أقوله، أنتوا لازم تكونون ويانا في أور سايد، إذا تبون تكونوا ويانا تساعدونا افسحوا لنا المجال. ردينا طبعا استاذ زيد، عندنا يعني الحمد لله نحن بشكل عام اكيد عندنا مقاومات كبيره جدا في دوله الامارات من ناحيه الاسعاف، فخبرنا عن هذه المقاومات بشكل عام. الحمد لله الحكومه الرشيده يمكن ما قصرت في هذا الجانب، عندنا الاسعاف اسعاف دبي مستدعي خدمات الاسعاف في اماره دبي، وعندنا الاسعاف الوطني في جميع امارات الدوله. عندنا طبعا بتكلم في عن مستدعي خدمات الاسعاف، عندنا 6 خدمات رئيسيه نقدمها للمجتمع. عندنا الإسعاف الطارئ، خدمة الإسعاف الطارئ عن طريق الاستجابة للحالات الطارئة. جميل. عندنا خدمة الإسعاف الغير طارئ اللي هي نقل المرضى. عندنا خدمة الفعاليات، تغطية الفعاليات في إمارة دبي. عندنا خدمة الترخيص، نرخص المنشآت اللي تقدم الإسعاف. يعني مثلا عندنا مستشفى خاص وأن هذا المستشفى عنده مركبة إسعاف، هذا الإسعاف لازم يكون مرخص من عندنا يعني. نعم. كذلك إذا في معهد مثلا يعطي دورة في الإسعافات الأولية، هذا المعهد لازم يكون مرخص من المؤسسة. عندنا خدمة التدريب، نقوم بتدريب موظفي الحكومة والشبه الحكومية على الإسعافات الأولية. وعندنا كذلك اللي هي التوعية المجتمعية، نوعي المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية عن طريق المدارس والجامعات. أكيد طبعا هناك أكيد واجب مجتمعي إسعافي احنا نقدر أكيد نقول فيه، لابد أن يكون يلم فيه كل شخص يقطن في هذه الدولة. نعم. هل ما هو هذا الواجب؟ شوف الإسعاف يمكن يمس الجانب الإنساني في حياتنا. نعم. أعتقد أن هذا الموضوع أنه مهم جدا للمجتمع أنهم يتوعون أكثر في موضوع الإسعافات الأولية. ليش؟ أكيد. لأن احنا معرضين أن احنا نصادف أي حالة أو أي موقف أنت ممكن تواجهه، يمكن في بيتك، يمكن في الشارع، يمكن في الدوام. فحلو أنك أنت تعرف تستخدم أو تعرف تتعامل مع هاي الحالة. نعم. بلا شك عندنا في البيت الأطفال تعرف ما شاء الله أي شيء، أي حركة بسيطة ممكن يسوونها تأذيهم. طبعا. يأكلون شيء ويمكن يطيح من فوق. فلو أنت عندك هاي المهارة على الأقل، ما بنقول 100% يعني 20% 30%، كيف تتعامل مع هاي المهارة، كيف تتعامل على الأقل مع كل حالة طارئة. فأعتقد أن هذا شيء يعني ضروري في المجتمع، يعني واجب المجتمع بشكل أو بآخر أن يكون ملم بتفاصيل الإسعافات الأولية على قدر طبعا معين، وليس طبعا إلمام كامل. نعم. وهذا له أثر عليكم أنتم شخصيا أيضا في مساعدتكم في من خلال الإلمام، أن شخص يعرف متى عليه أن يتوجه إليكم أو متى يستغيث. نعم. ويطلب الإسعاف. نعم صحيح. أنت في البداية إذا واجهت أي حالة طارئة وحسيت أن الموقف وايد يعني محتاج تدخل إضافي، نعم، فأتصل في 3 9. أكيد. اللي تقدر عليه تسويه، مثلا شخص مغمى عليه يمكن في إجراءات معينة يمكن أنت تسويها تنقذه، ولكن أنت من خلال تقييمك للوضع إذا كان الحالة هاي يعني محتاجة فعلا مثل ما قلت لك تدخل أدفانس، يعني اتصل في الإسعاف مباشرة، الإسعاف يوصل وإن شاء الله يتخذ اللازم، يمكن في نفس الموقع أو يمكن ينقلونه للمستشفى. طب علمنا سابقا أن في بعض الحالات ممكن أنتم من خلال التليفون إذا ما رأيتم أن الحالة تستدعي تدخل مباشر من الشخص تعطونها أو تدلوننا، أو إذا شفتوا الشخص عند القدرة على التلقي والتصرف تبدؤون تعطونا تعليمات ليه ما توصلون؟ صحيح. نحن عندنا في المؤسسة هذا السيستم، عندنا في قسم الإرسال الطبي. نعم. أنت يوم تتصل 3 9 تبغي إسعاف، أو شيء يسألونك شو وين المكان، شو الحالة وكذا، يأخذون منك هاي البيانات الأولية. بعدين بعد ما تبند بدقيقة طبعا يطرشوا لك الإسعاف، بعد دقيقة أو دقيقة ونص نتصل فيك مرة ثانية نسألك شو عن
نوع الحال او شو تشوف قدامك. نعم. شو تشوف قدامك وشو لازم تسوي، شو التعليمات اللي انت لازم تسويها اذا شخص مجروح، شخص في كسور. اجراءات بسيطه اقول لك، مثلا ارفع ريله، مثلا في تشوف نزيف حاول، يعني نعطيك تعليمات انت لازم تتبعها في هذه الفتره. يكون فريق الاسعاف متوجه الى في هالفتره، يكون الاسعاف جاي في الطريق، وايضا يتم ما يحصل هناك انتم تزودونها للاسعاف خلال ذهابهم، ولا هو شخص يدلي بما قام به للاسعاف اول ما يصلون؟ ما فهم سؤالك. ان يعني انتم اعطيتوا تعليمات لهذا الشخص واستجاب وقام بعد هاي، بعد الاتصال من هذا الشخص هل تتصلون مره ثانيه بالاسعاف بفريق العمل اللي رايحين؟ أكيد. وتخبرونهم شو اللي صار بينهم؟ نتصل في الاسعاف مره ثانيه ونخبره، ترى الحاله اللي انتم سايرين لها بالتفصيل، يعني طبعا بعد ما ناخذ البيانات الاوليه ان الحاله هي كانت كذا، نعطي معلومات اضافيه للمسعفين، ترى الحاله هي كذا كذا كذا. ليش؟ لان المسعفين لازم يعني يكون هو جاهز للحاله اللي راح يستقبلها. نعم. يمكن في البدايه انت يوم تتصل بتكون في حاله ذعر، بتتصل بتقول عندي حاله شخص طايح، ولكن بسرعه بسرعه هني نطرش الاسعاف. بس شو تفاصيل الحاله هاي يمكن ما نقدر ناخذها الا بعد الاتصال الثاني، نسجل البيانات كلها هاي ونخبر المسعفين ترى انت سائر الحاله الفلانيه. طيب رؤيتكم بشكل عام، هل في غياب للتوعية أو غياب للثقافة للإسعافات الأولية بناء على زياراتكم المتعددة وأيضا ما يحصل في الشوارع؟ والله شوف، فعلا الإسعافات الأولية يمكن أهميتها وثقافتها هي غايبة عن المجتمع. نحن نحاول في المؤسسة قدر المستطاع أن نحن نوعي المجتمع، قلت لك عن طريق قسم التدريب المهني وقسم كذلك التوعية المجتمعية. التدريب المهني يقوم بتدريب الموظفين الحكوميين والشبه الحكوميين بالإسعاف، دورات يعني نعطيهم دورات الإسعافات الأولية، والتوعية المجتمعية نوعيهم بأهمية الإسعافات الأولية. هي هاي الثقافة فعلا غايبة. نعم. ويمكن أنا أعتقد أنهم سببين يعني لهذا الشيء. السبب الأول أن الناس ما تدرك أهمية الإسعافات الأولية. أنت مثل ما قلت لك في البداية أن أنت في البيت معرض أنك أنت تتعرض لأي موقف يعني طارئ. يعني المفروض تكون عندك خلفية بسيطة عن شو اسمه الإسعافات الأولية. والسبب الثاني يمكن الناس يمكن تحصل في وايد ناس يمكن عندهم هاي المهارة بس يخافون يتدخلون في الحالات الطارئة. ليش؟ لأنه يقول لك القانون يمكن يحاسبني لو أنا ارتكبت أي خطأ. أكيد. فيمكن هالسببين أعتقد أن تخلي الناس أنه مو بذيك الدراية الكافية بالإسعافات الأولية. طيب الآن عندنا إحنا أكيد تعليم الإسعافات الأولية لابد أن له طريقة معينة أو في آلية أو في برنامج يتبع. نعم صحيح. شو الطريقه اللي انتم تعلمون بها الاسعافات الاوليه؟ نحن طبعا عندنا في المؤسسه نعطي دورات يعني للموظفين، نزقرهم يجون عندنا الموظفين الحكوميين، نعطيهم الدورات. طبعا لازم نحن مو بس مساله انك انت تحضر نعطيك شيء نظري، لا لازم تي هناك في اشياء دمى انت لازم تطبق شيء عمل يعني نظري وفي عملي وفي امتحان. عندنا كذلك مو بس نزقرهم عندنا في المؤسسة، نحن نروح لهم وما نقتصر على إمارة دبي، نروح للإمارات الثانية. عندنا حتى في أبوظبي، الشارجة، عمان، رأس الخيمة. اليوم أنا طالع من الدوام شفت أحد المدربين داخل المؤسسة يمكن الساعة 3 الظهر، فقال لي، قلت له أبو سيف وين جاي؟ فقال لي والله يقول لي جاي من أبوظبي، كان عندني كان عنده يعني شو اسمه دورة تدريب ما شاء الله. قلت والله يعطيكم العافية. الله يعافيكم. طبعا أكيد طبعا أنتم تشتغلون يعني بشكل كبير في عملية التوعية. نعم صحيح. أيضا يمكن كثير من أتفضل حاولنا أن ندخل هذا منهاج الإسعافات الأولية في شو اسمه في التعليم، تعليم الصغار يعني يكون في المنهج، هو صغير هو توه بادي صف أول مثلا يكون عنده دراية، هي يكون تكون في حصة مثلا. ولكن هذا الموضوع محتاج أكثر يعني شغل أكثر. والله الحين نتمنى أنه يكون مضاف يعني نحن نناشد صراحة أكيد يعني قالتنا وشيوخنا ما يقصرون، هذا موضوع جدا مهم. يمكن أنه لتغذية هذا الطفل منذ الأساس لما يكبر يوصل هو إلى مرحلة دكتور وهو ما يدري. يعطيكم العافية. طيب أهم في لو تخبرنا عن الحالات اللي ممكن الشخص أن يدخل فيها، على سبيل المثال هناك حادث في الطريق، لأن هي أكثر الحوادث اللي تكون شوي فيها صعوبة في التدخل. نعم. حوادث السيارات وخلافه، هناك حادث سيارة، هناك أشخاص خارج السيارة، بعضهم على الأرض، بعضهم متكئين أو بعضهم جالسين. نعم. كيف ممكن للشخص العادي قبل ما توصل الإسعاف أن يعرف أن يمكنني أن أتدخل، أتعامل مع هذا الشخص أو أتركه في حاله؟ شوف هذا السؤال وايد مهم الصراحة. أكيد. توصل أنت مكان حادث أو مكان شخص مثلا مغمى عليه ولا شيء،
انت قيم الوضع اول شيء، هل المكان امن ولا لا، وتحس هل الشيء اللي انت تشوفه قدامك هل فيه شبهه جنائيه ولا لا. نعم. هذا وايد مهم ترى، حتى نحن كمسعفين يعني يحاسبوننا على هالشيء اذا في شبهه جنائيه، لانك انت لو تدخلت في اي حاله شبهه جنائيه يعني يسالونك انت ليش خربت ادله الشبهه هاي. نعم. فانت مثلا وصلت حصلت، اذا الشخص واعي في وعيه تقدر انت تتحاور، تقدر تكلمه، تقدر تساله شو فيك شو ما فيك، اجراءات بسيطه ممكن انت تسويها تنقذه. مثلا شخص مثلا يالس ينزف، زين ينزف بغزاره يعني. نعم. اجراء بسيط شو تسوي، لانك انت توقف النزيف. نعم. صحيح. تيبه يخلقه وتحطه مثلا على مكان الجرح هذا وتتم ضغط، اذا تشوف النزيف بعده مستمر تتم ضغط وتحط زياده، لا تشلها، حط زياده 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 اكيد، وتخليه ينام وترفع ريله عشان تحافظ على الدوره الدمويه، الدوره الدمويه، وان الجسم ما يتعرض لحاله صدمه. أكيد. الصدمه اللي هي الشوك. فمثل ما قلت لك لو كان الشخص واعي تقدر انت تتواصل وياه. نعم. لو كان مغمى عليه هني السؤال، اذا شكيت ان هي شبهه جنائيه حاول انك ما تتدخل. نعم. شو اقصد شبهه جنائيه؟ يمكن المشاهدين شو السالفه شبه، ان الشخص مثلا مطعون، شخص تعرض لجريمه قتل مثلا. نعم. اذا انت تحس ان الوضع يعني انه ممكن يكون في شبهه جنائيه ابتعد، عليك بالابتعاد. ولكن اذا تشوف انه شفت الشخص هو طاح حزته شفته تقدر تتدخل. وطبعا لازم تكون عندك ثقه في النفس. اكيد طبعا، يعني ما تدخل تسوي اي شيء. صحيح. اذا انت ما عندك خلفيه كامله او خلفيه عن طريقه الاسعافات الاوليه وتحس انك بتاذيه، لابد عليك ان تتقهقر ببساطه. فيفضل انك تبتعد يعني. زين، احنا عندنا مقابله نشوفها ونرد نكمل وياها. مشاهدينا، طبعا على هامش تواجدنا في مؤسسه دبي لخدمات الاسعاف اجرى زميل علاء اللول اللقاء مع احدى المسعفات من طاقم العمل، وطبعا تطرق معها الى ثقافه الاسعاف لدى المجتمع وغيرها من الامور. نتابع وياكم. أول شيء كوني امرأة ها تحدي، ثاني شيء كوني مواطنة من الدولة ها تحدي ثاني، لأن أنت فاهم كيف مجتمعنا كوحدة تشتغل في الميدان تحت الشمس، وحتى سالفة ما نلبس العباية، يعني صح أن أنا بالشيلة بس بعدنا نحن في مجتمعنا أنه لازم نلبس العباء، فها مثل تحدي، بس لا، نحن لازم نغير نظرة المجتمع لنا، نحن لازم نراوي المجتمع ترى أنتم محتاجيننا بعد نكون في الميدان، أنتم محتاجين مسعفات مواطنات يكونوا في الميدان، الإسعاف نحن بنحاول قد ما نقدر نعالجك، نخلي حالتك مستقرة لما نوصل المستشفى. أنت لما تركب الإسعاف نحن ما بنخليك بس في الإسعاف ويا أكسجين، لا، نحن بنعالجك، نحن بنحاول نوفر قدر الإمكان العلاج المناسب، نسمي بري هوسبيتال كير، العلاج المناسب اللي يلزم ما قبل ما يعني قبل ما نوصل المستشفى. أهم شيء حق المريض نوصل له من وقت. ساعات نحن ننزل أنا ما أعرف وين المريض، ما أعرف وين المصاب، أشوف بس ناس يعني حتى ما يركزون علينا نحن إنه وصلنا، يعطونا مثل ما يقولوا يفسحون المجال. لا، تبوننا نوصل حق المريض نعالجه بسرعة وقت نشله نوديه المستشفى، خاصة إذا كانت حالته متوسطة إلى خطيرة، أنتوا لازم تفسحون المجال. في أشياء ممكن يساعدون الناس فيها المرضى أو المصابين، بس في أشياء لا، يكون العكس، يسببون ضرر أكثر، خاصة في حوادث السير. إذا هم ما عندهم المعلومات الباكغراوند ترى بالعكس ممكن يسببون ضرر. عسب شي نحن شو مهمتنا، جانب مهم من مؤسستنا إن نحن نوفر شو مثل ما يقولون حملات توعوية. طبعا يعطيها العافيه ما شاء الله عليها، ربي يحفظها. ما شاء الله الاخت بشاير ما شاء الله عندنا من الموظفات المتميزات ما شاء الله عليها في المجال الميداني ما شاء الله عليها. طبعا هو هذا الشخص يوم يحب الشيء ويبغى يقدم شيء انساني للناس ما يقصر فيه طبعا. زين، احنا زيد عرفنا ان عندك موقع على الانستغرام. نعم. تتحدث من خلاله بعض تدريبات عند الاسعافات وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي، خبرنا. نعم. عن هذه المبادره. المبادره هاي حساب في الانستغرام باسم انا مسعف. ليش انا مسعف؟ انا مسعف وانت مسعف وهنا كذي. الفكره انه طرح سيناريوهات عن حياتنا العاديه اليوميه، انك انت مثلا يارس في البيت بلبسك العادي، صار لك اي موقف طارئ كيف انت تتدخل. نعم. باجراءات بسيطه انزين، وشرح بسيط تحت. ليش فكرت بهاي او ليش طرحت هاي المبادره؟ لان ما شاء الله الحين توجه الناس كلها على السوشيال طبعًا. ميديا. ف كان قبل الانستغرام 15 ثانية، الحين دقيقة ما شاء الله، الحين لا دقيقة. فأنت يمكن المتلقي ما يحب أنك أنت تشرح لهم كل الإسعافات الأولية فترة طويلة. صحيح. أو خمس دقائق تم، لا دقيقة واحدة أتوقع حينه مقبولة. حلو أنك هي مقبولة، تشوف شو الإجراء
او شو هي الحاله الطارئه وشو انت شو الاجراءات الصحيحه اللي انت لازم تسويها. ماذا نجاح العمل هذا؟ الحمد لله لاقيت يعني رده فعل من الجمهور طيبه الصراحه، والحمد لله استانس يوم يكتبوا لي جزاك الله خير شكرا، فعلا احنا محتاجين مثل هاي الحسابات. مثل ما قلت لك الحكومه يمكن تعبت علينا في هذا المجال طبعا. صرفت علينا صراحه مبالغ كبيره انها تطلع شباب مواطنين مع شابات، فنحن نبذل لهم شيء او نرد للحكومه ونرد للمجتمع شيء بسيط انه ممكن نحن ننقل لهم هاي المعرفه. ومثل ما قلت لك في البدايه كذلك ان هذا العمل انساني، اذا انت ساهمت في انقاذ شخص يعني كان متعرض لحاله طارئه او لهذا اكيد لك الاجر من عند الله سبحانه وتعالى، وراح تحس والله راح تحس براحه كبيره في بعد ما تقدم هذا العمل يعني. زين، اذا قلت لك تقول كلمه اخيره في هذا البرنامج الى الجمهور، هل تكون كلمه تحذيريه او كلمه بتكون تشجيعيه؟ انا بقول ان اذا شفت اسعاف في الشارع مشغل الونان والها ترى ما يعني ما في اي مسخره في الموضوع، حاول قدر المستطاع انك تفسح المجال لانهم يا انهم متجهين لحاله طارئه او انهم شالين حاله طارئه ومتوجهين للمستشفى. وكذلك بقولهم حاولوا قدر المستطاع انكم تتوعون في مساله الاسعافات الاوليه، تكون عندك خلفيه بسيطه. وتابعوا حسابنا الله يحفظك. شو تقول حق اللي يشوفون الاسعاف فاتح درب ويلحقونه وراه؟ لا هذا التصرف صراحة أنا أعتقد أنه تصرف غير لائق جدا، لأنه يدل على الأنانية. نعم. أنت هذا الإسعاف قدر المستطاع تحاول تفتح له المجال وهو خلاص متول، لا يتوجهون ويمشي وراه عشان سنة الإسعاف يفتح له الطريق. أنت ما تعرف الإسعاف متى بيوقف، والإسعاف ما شاء الله سيارته كبيرة ما تشوف اللي قدام ما تشوف فيه. فعلا عمل غير لائق، ونتمنى أن الجمهور ما يسوي هذا الشيء، والله يوفق. أكيد دعوة لك إن شاء الله يا رب، دعوة للجمهور أنهم يكونوا حذرين أولا ومن ثم العمل على حماية الإنسان وحماية أنفسهم في البداية. شكرا لك. الله يخليك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله يسلمك. مشاهدينا كل الشكر للأستاذ زيد المعمري رئيس شعبة إسعاف الموانئ بمؤسسة إسعاف دبي. كان هذا حوارنا اليوم في حوار المساء دقائق، ونلتقي وياكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. تحية لكم من جديد مشاهدينا، ونروح معكم على جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأها بالتذكير لمواقع قناة الضفرة وهي ظاهرة أمامكم على الشاشة، ونرحب بأي نوع من التفاعل عليها، بالإضافة أنه يمكنكم مشاهدة كل ما فاتكم على مواقعنا الاجتماعية. أروح معكم حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريداته أطلقها اليوم على صفحته في تويتر: اطلعت اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي في 16 دولة عربية والذي أجرته بيرستون للعام التاسع على التوالي. نبقى أيضا مع تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ودائما من صفحته على تويتر، حيث قال عن استطلاع رأي الشباب العربي عن البلدان اللي يفضلون العمل فيها، حيث قال سموه: عندما سئل الشباب العربي عن البلد الذي يفضلون العيش فيه جاءت الإمارات أولا، تلتها أمريكا ثم كندا. أهم شيء نحن الأولا. الحمد لله. تابع سموه مغردا على صفحته وقال: وعندما سئلوا عن البلد النموذجي الذي يودون لبلدانهم أن تحذو حذوه جاءت الإمارات أولا، وأجابوا أيضا بأن الإمارات هي البلد الحليف الأهم لبلدانهم. ختم سموه تغريداته بالقول: وأنا أقول للشباب العربي الإمارات بدلت الجميع، خيرها للجميع، وأحلام الشباب العربي هي أحلامنا في أن يعم الخير كل مكان في وطننا العربي. كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتغريداته أيضا وأراء الشباب العربي في بلدان الإمارات وفي كل مكان، طبعا هذا يضعنا قدام مسؤولية جدا لازم نكون نحن قدها بإذن الرحمن. أكيد عبد الله بكل معانيها بإذن الرحمن نكون قدها. حتم علينا أيضا الحفاظ على المكتسبات اللي منحتنا إياها قيادتنا الرشيدة، وإن شاء الله نكون كفو وعند حسن أظن قيادتنا بإذن الرحمن. في عندنا هاشتاج آخر طبعا لمشاهدينا حسن عبد الله البشر، هو وسم خاص تم إنشاءه على تويتر بعد استشهاد حسن عبد الله البشر وهو من قواتنا المسلحة في اليمن. تم أيضا التفاعل معه بشكل واسع من قبل المستخدمين، وأتت كل التفاعلات داعية بالرحمة لشهيد الوطن حسن البشر، ومؤكدة على مشاعر الفخر والاعتزاز به وبمن سبقه من شهداء الوطن. بينما انتشر مقطع فيديو هو الأخير للشهيد البطل وهو مع أحد زملائه المرابطين في اليمن، نتابعه وياكم. Bye.
بكل صراحه اتمنى انك تحرر اليمن ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقك وياك وياك وندعون اهم شيء جوازك لا ترد شيء. والدة الشهيد البطل حسن عبد الله البشر قالت لبرق الإمارات: كنت أبحث لأعز أبنائي حسن حتى يوم أمس عن عروس، لكن اليوم سأزفه عريسا إلى الجنة بإذن الله، وسيكون شفيعا لي ولوالده. لقد كان ابنا حنونا بارا بنا، نحن نشعر بالعز والفخر تجاه مقدمه ولدنا لوطنه الغالي. طبعا نحن الكلمات تعجز امام كلمات امهات الشهداء الوطن، طبعا في عز المصايب نرى منهم هذه الكلمات. ربي يحفظهم ان شاء الله، يا رب يزيدهم صبر ومنع ان شاء الله، يصبرهم ويجعلهم في اهل الجنه. امين. مشاهدينا، الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تخيل ابو ظبي خطط لها، حقق المعجزات على ارضها. مقطع صوتي له رحمه الله عليه وهو يشرح كيف كان يخطط ويوجه طاقم العمل للتنفيذ، نتابعه وياكم. لما كنت في العين كنت أجلس مع المخططين، مع صرع فوق الرمل أخذ بالعصا لهم، أنا طريق أنا زراعة أنا سكن بالعصا، من زايد هل أنت تعطيني إياه في الورق على الورق؟ كان أكثر بيكون نحن بنحافظ، أنت تخطينا على الرمل، الرمل بيخوز الهواء. قلت لهم أنا أبوي جالس وياكم الحين في مكتب خط لكم على الورق، أنا جالس وياكم على رملة، لازم أخط لكم على الرملة، وأنتم دفاتركم في جيباتكم تفضلوا ارسموا الخطة هاي اعملوها. رحمة الله عليه طيب الله ثراه. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. يعني شوف هو مجرد أنه كان يخطط على التراب أو على الأرض، وشوف كيف استوت دولة الإمارات. نعم. اليوم. نعم. بفضل تخطيطه اللي كان في مكانه من رؤيته من هي الشمية. حكمة ورؤية رحمة الله عليه. الله يرحمه. روح معكم إلى أبرز عناوين الصحافة نستعرضها وياكم مشاهدينا في هذه الوقفة اليومية على صفحات صحفنا المحلية الصادرة اليوم الأربعاء، اخترنا لكم من الاتحاد: الرقابة الغذائية يؤكد التزام أسواق أبوظبي بقرار حظر الشعري والصافي، وحملات التفتيش شملت 3991 منشأة. نطالع في الإمارات اليوم: إحالة مرتكبي مخالفات مرورية إلى القضاء بتهم جنائية وعدم تقدير مستعملية الطريق تسببت في 42 حالة وفاة العام الماضي. وفي البيان نطالع: طرح 3000 سمكة من الهامور والصباتي قبالة سواحل دبي. أما الرؤية فعنونت: إعلاميون يدعون إلى منهجيات شفافة تنقل الخبر بعيدا عن الدعاية المجانية للتطرف، ويؤكدون على ضرورة التيقظ لأخبار الجماعات الهدامة. خلنا نروح معكم إلى متعة القراءة اليوم، تناول زميلنا علاء اللولو رواية كمائن العتمة للكاتبة فاطمة المزروعي، وفي هذا العمل الروائي تذهب الكاتبة إلى أعماق بطلتها ولا يهمها أن تنجز وصفا مجردا لمعاناتها. رواية مختلفة تماما عن روايات الكاتبة فاطمة المزروعي اللي سبقتها وتتألف من 131 صفحة. خلنا نتابع بعضا من صفحاتها. لم يكن حسن أو غيره السبب في تغير كياني، وإنما رغبتي في التقوقع داخل هذا الضعف هو سبب شقائي، وربما كان ذلك الحرق في صدري سبباً كافياً لجلوسي على كرسي الاعتراف والثرثرة حول نفسي، فقد ظل ذلك الحرق محرضاً لي على الكلام ومحرضاً لي كي أنزع الجلد المحروق والذهاب إلى ما ورائه. أما دمعة الحزن التي تصر على أن تتسلل إلى الخارج فإنها تذكرني بساعة الحسم وساعة الحقيقة وساعة التذكر، ساعة أعترف فيها بلحظات لم أكن أريدها ولم أكن أحبها ولم أتصور قط في يوم من الأيام أنني سوف كنت أعيشها. في هذه اللحظة كنت أتدحرج بقوة ككرة مع ماضي أكتبه بقلق وخوف في هذه اللحظة التي وضعت فيها هنا في عالم لا أعرف بدايته أو نهايته،
في عالم رسمت ملامحه بالأبيض والأسود. ثمة أصوات تأتي من بعيد، وثمة رغبة أخرى تنازعني، وخوف من الموت. ثمة شيء بين الموت والحياة معلق هنا في هذه الزوايا التي لا أستطيع حتى الآن وصفها. كان ثمة أمر غريب يحدث في داخلي منذ فترة قريبة، لا، ليست بالقريبة جدا، إنها بعدد أيام السنة 365 يوما، وربما تبدو بالنسبة إلي وكأنها أيام طويلة لا نهاية لها. لم أحاول استباق الأحداث لتفسير هذا الشعور الذي راح يخالجني، فقد كان إحساسي أشبه بالسقوط في عتمة. نعم، إنها عتمة شديدة لم أشعر بها من قبل، وهناك ضوء مبهر يغشي عيني يجبرني على إغلاقهما بكل قوة برغم كل تلك العتمة التي تغمر شراييني في تلك اللحظة وفي لحظات سابقة وأيام سابقة وكذلك سنوات سابقة. لم أتصور يوما أنني سوف أفتقد جدي كثيرا ولن أراه بعد ذلك. كانت أمي تقول لي بأن جدي ذهب مع الملائكة. لم أعرف عن الملائكة شيئا سوى أنها مخلوقات جميلة شفافة وطيبة تتواجد في السماء. فرحت لأن جدي ذهب مع تلك الملائكة التي أصبحت له رفيقا، وتمنيت أن أذهب معه حتى أشاركه ذلك العالم الجميل الذي رسمته أمي في مخيلتي بحكاياتها الدافئة. ما أدري ليش يوم أتكلم عن الملائكة حسيت يقصدني. يعطيك العافية. الله يسلمك يا رب. حريت أن قصص زمان كان نفس الشيء يعني. شو قصدك يعني؟ إني أنا قديمة يعني أبيض وأسود؟ ترى أمس أنا قصدك وهاي الثانية. يعطيك العافية. أنا توني ترى من عيال النيد وصدق يعني توني صغيرة يعني. ما شاء الله. ما قلت شيء يا ريم. ما أدري بك ليش أحسك أستغربني. لا فعليك أمور طيبة إن شاء الله. مشاهدينا من كمائن شو اسمها؟ كمائن العتمة. كمائن العتمة. إضاءة كلها عنا هني نحن. هنا عن الملائكة ربي يحفظنا إن شاء الله. ناخذكم إلى أخبار اقتصادية. تستقر أسعار النفط قرب مستوى 55 دولار للبرميل خلال عامي 2017-2018، ويتوقع أن تظل منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين في وقت تستبعد فيه زيادة السعر عن المستوى على المدى الزمني المتوسط الذي يراوح بين عام وثلاثة أعوام، وذلك حسب توقعات جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل ستساعد على تنويع مصادر الدخل، واصفا القيمة المضافة بأنها أفضل ضريبة يمكن تقديمها في المنطقة. أعلنت مجموعة اتصالات اليوم أنها تقدمت بعرض للحصول على رخصة شبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان، ويتوافق التقديم بهذا العرض مع الاستراتيجية التوسيعية لمجموعة اتصالات، مع الأخذ بعين الاعتبار السمات المشتركة والقرب الجغرافي بين السوقين، بالإضافة إلى فرص التوافق المتاحة بينهما. ووفقا لهيئة الاتصالات العمانية سيتم الإعلان عن المتأهلين من المتقدمين بتاريخ 14 أغسطس من العام الجاري. تشكل الاستثمارات الإماراتية التي تتواجد اليوم في نحو 60 دولة من قارات العالم الستة إحدى أدوات القوى الناعمة لدولة الإمارات في الخارج، ورحب مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ورؤساء شركات استثمارية إماراتية بتشكيل مجلس القوى الناعمة لدولة الإمارات، مؤكدين أن المجلس جاء في التوقيت المناسب ويدعم الشركات بشكل كبير، مشيرين إلى ضرورة وجود تنسيق بين المجلس ووزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والشركات الاستثمارية الإماراتية في الخارج، بما يدعم الصورة الإيجابية لدولة الإمارات ويؤدي إلى توسيع رقعة الاستثمارات. إذن كانت هذه أخبار اقتصادية، فاصل وبعدنا مكملين معاكم، لا تروحون بعيد.
التحية لكم من جديد مشاهدينا، ونروح معاكم إلى دكاكين الخير. ماذا يمكن أن تبيع؟ من اسمها نعلم أنها تبيع الخير في عام الخير اللي لا زال يشهد تفاعلا كبيرا من مختلف القطاعات في دولة الإمارات بعد مضي نحو أكثر من 5 أشهر على إطلاقه من قبل رئيس الدولة حفظه الله. فما هي مبادرة دكاكين الخير وما هي أنشطتها؟ الإجابة مع عيسى محمد زريف المتحدث الرسمي باسم قافلة دكاكين الخير. مساك الله بالنور ويا هلا ويا مرحبا. الخير والنور والسرور، طبعا شكرا على الاستضافه الحلوه في قناه الظفره. الله يحفظك عيسى. يعني قافله ودكاكين الخير يعني وضعتوها في سياق خاص بها، خبرنا عنها، اهدافها، الغايه منها. طبعا قافله دكاكين الخير الاسم شوي يمكن يجذب، ان هاي من ضمن مبادرات عام الخير اطلقناها نحن كشباب مواطنين وشابات، فاطلقناها عشان ان تزامنا مع عام الخير. هنا فهذا الشيء قلنا ان نحن نسويه، نقدم للدوله، نقدم شيء للمجتمع، لامارتنا اول شيء، فاطلقنا هالشيء. وان هي عباره عن معرض زين، اهداف ان هي نبني وندعم المشاريع الوطنيه. جميل. عيسى، انا لاحظت انه يمكن في وايد اماكن ممكن توصلها الحملات التطوعيه، المبادرات الخيريه، وخصوصا في عام الخير، لكن ما شاء الله عليكم انتم الشباب يعني اخترتوا المناطق النائيه يمكن اللي صعب الوصول لها، او يمكن الناس تنقصهم هذه المبادرات، ليش اخترتوا المناطق البعيده النائيه؟ اخترنا المناطق البعيده النائيه نخليها متنفس للعائلات. جميل. نخليها ان يعني نحيي هاي المناطق، ان نخلي فيها شيء. مثل ما نعرف نحن عندنا المناطق الشماليه وهي الامور تكون بعيده عن المدينه. صحيح. فانيب هذا الشيء ونيب الدعم المشاريع الوطنيه اللي تكون في هاي المنطقه، نبرزها ونبرزها للناس ونسوي لهم جو حلو جميل. الشباب والبنات تفاعلوا معاكم في هذا الشيء اكيد، خصوصا نعم. في المناطق ما شاء الله الشماليه عبد الله يعني تحصل فيهم تاجرات وايد وشباب نفس الشيء. نعم. عندهم مواهب بس ما في حد يطلعها، ما في حد يطلعهم، ونحن الهدف من هالشيء ان نحن نطلعهم ونعطيهم فرصه ان يبرزون والجهات تشوفهم ويقدرون يشاركون في المعارض. أكيد. زين، نحن نتكلم يمكن أيضا، هل سياق العمل هو عبارة عن قرية، عبارة عن سلع معينة تبيعونها، أو في احتفالات؟ شو اللي بالضبط تقدمونه في من خلال دكاكين الخير أو الموقع مالها؟ طبعا أخوي عبد الله، نحن كمعرض مش نفس أي معرض، نحن نكون معرض بشكل قافلة. جميل. زين، تتحرك من منطقة لمنطقة، من مدينة لمدينة، وتكون هي عبارة عن بوثات وعن مسرح يكون بطابع إماراتي تراثي، وأيضا البوثات تكون بطابع قافلة الخير وطابع إماراتي، أن الواحد يقدر يستانس فيها ويلس فيها ويقدر يبيعها وهو مستانس. أكيد. لا لا أبي أسمع أكثر. أنا كلمة القافلة بحد ذاتها يعني خذتني لحكاية. خبرنا عن القافلة، التحرك كيف يتم، شو اللي تستخدمونه؟ يعني كيف كرفانات متحركة. مش كرفانات، هي تكون عن طريق بوثات، مثل أي بوثات تكون خيم. التحرك يكون طبعا في جهات، مثلا في مناطق تطلبنا، مثلا عندنا مناطق مثل منطقة شعام، هاي المناطق هاي تطلبنا ونحن نسوي عندها. جميل. يعطونا المكان ونحن نسوي لهم الفعالية هذه، ونطلب من جميع الأهالي هاي المنطقة إن يشاركون وياها بإبداعاتهم، تجارتهم، وهاي الأمور. أنا تعرف يوم قال قافلة شيء في بالي، قلت الحين هذول مثل القطار مركبين وراء بعض ويتحركون من منطقة لمنطقة، ويتم يعني يتكلمون عنها شو اللي موجود شو اللي موجود. زين، الحين عندنا بعض الصور بنشوفها وياك عيسى، تخبرنا عنها. طبعاً هاي أول منطقة اللي بدينا فيها، طبعاً اللي بدينا فيها من أوامر الناس اللي في منطقة الرمس. عندنا هاي المنطقة ما شاء الله من مناطق الخيمة. نعم. طبعا مثل ما نشوف هاي المبادرات من مشاهير السوشيال ميديا حضرونا ودعمونا، وهذا المسرح الخاص للمكان يعني. نعم. اللي نحيه في كل فعالية ما شاء الله. وتفاعل الشباب والبنات معاكم عيسى خبرنا عنه. طبعا عضو مجلس اتحاد سعادة سالم النار عضو مجلس الوطني، أكيد تحية. نعم. لو خبرنا تفاعل الشباب والشابات معاكم في هذه القافلة الجميلة. أنا أشوف ما شاء الله عندكم العنصرين اثنيناتهم مشاركين. الشيء اللي نحن سويناه أن أول شيء برزنا الدور الإماراتي. نحن مثل ما نشوف بعض المعارض يكون لها أثر أجنبي، أن يكون الأجانب اللي ماسكين وهاي الأمور وهاي كلها، فنحن كمواطنين سوينا هالشيء، قعدنا نبرز لهم، نبرز الشيء، نبرز كجانب الإماراتي، كشباب وبنات إماراتيين يقدرون ينسقون الفعالية وينظمونها. شفنا الإقبال أول بداية يعني
ان مش مقبول ان حسينا ان في ضعف في الاقبال، بس الحمد لله مع ظهور الفعاليه والمشاركات، يعني مثلا انا اخبر اهلي وهاي تخبر اهلها وكذا، الحمد لله بديتوا تحصلون اقبال. انزين انا لاحظت يمكن في اختلاف في النشاطات. هي الدراجات جذبت صح؟ طبعا احنا وجهنا وين في كل مكان، شباب الجولد وين عندنا ما شاء الله في كل مكان طبعا. ارد المخرج حقك يا مره ثانيه. موجودين في كل مكان ما شاء الله عليهم. انزين اختلاف هذه النشاطات، هل هذول الشباب يدعمون المكان او هل هم لديهم يعني منصة عرض خاصة فيهم أو شو اللي يصير؟ لا طبعاً نحن وجهنا رسالة لهم، قلنا نحن شباب عندنا نحن عامل خير وهاي قافلة دكاكين الخير، نبغى ندعمكم لأن هاي مبادرة من مبادرات رئيس الدولة الله يحفظه. فقالوا لنا نحن خلاص، وتعرفون الدراجات ما شاء الله تجذب الانتباه، تجذب الجمهور والاستعراض اللي يكون في قافلة الخير، وهاي الأمور هاي تجذب الناس وتجيب الجمهور. نعم. بالعكس تعرفهم بالقافلة أكثر وأكثر. جميل. زين عيسى، المبيعات وريع هذه الدكاكين وين يروح؟ أكيد في شيء معين أنتم حاطين أو استراتيجية متبعة تودولها لها. هي طبعا هذه هاي أول فعالية لنا. ريع هاي الفعالية والفعالية إن شاء الله القادمة اللي بتكون إن شاء الله راح نسوي فيها شيء، مثلا مبادرات تنظيف المساجد، مبادرات في رمضان، ونساهم فيها في الجمعيات الخيرية وهاي الأمور. أكيد أكيد طبعا، يعني مع اقتراب الشهر الفضيل رمضان إن شاء الله الله يقدم علينا بخير وبركة ويتم على خير إن شاء الله. في خطط عندكم؟ في رؤى خاصة؟ والله الخطط اللي حين حاليا نبغى نشتغلها كتطوع في الشهر الفضيل هذا. جميل. كله، لأن تعرف الجو شوي يكون حار، ما نقدر نسوي معارض وهاي الأمور، والجو كله يبدأ بعد يعني بعد صلاة التراويح وهاي الأمور، فنحن فضلنا أن نسوي شيء تطوعي اللي هو بيكون ريع الفعالية، نسوي في تنظيف المساجد، توزيع القرآن وهاي الأمور، إفطار الصائم وهاي الأمور. جميل. في مجالات جديدة ناويين تحطونها؟ يعني مثلا خلينا نقول مثلا البنات اللي شاركت مثلا كلهم في مجاله، إن كان تجميل، فساتين، أكل، الشباب كذلك كلهم في هواياته يمكن شارك فيها، في نوع من أنواع الهوايات يمكن ما حد حطم، أو المنتجات ناويين تحطونه تزيدونه من ضمن الأشياء اللي موجودة؟ ناويين نزيد عندنا المشاريع الوطنية اللي في البيوت، اللي تخيط، دعم المشاريع الوطنية. دعم المشاريع الوطنية نبغى نزيده. الناس اللي عندهم مواهب مثلا في الملابس، في العطور، في السويتات، في الديكوباج، هذه حابين نعرضهم، حابين ندعم اكثر واكثر. زين شو اكثر شيء كان ماشي عندكم صراحه؟ خلينا نتكلم عاد نحل البنات يهمنا هالموضوع. اكثر شيء في المعرض كان يعني في اقبال عليه من الشباب ومن البنات؟ في المعرض الاكل، كان الاكل الشعبي اكثر شيء. قلت لك كل اللي حاطي بطنه انا، قلت لك انا ترى على فكره انا جيتكم. لا لحظه خلينا نتكلم على الهواء، انا جيتكم ولا ما جيتكم؟ صحيح. وحصلتني وين؟ عند الاكل. صح. حصلوني عند الاكل هناك. طيب فعلا الاكلات الشعبيه والروح الشعبيه اللي تكون موجوده هناك والبوثات اللي مسوينها على الطريقه الاماراتيه الشعبيه كانت جدا جميله، يعني حتى اللي ما بيبي يتشرى بي بس يطالع الديكوريشن اللي انتم مسوينه. اكيد صحيح. طيب عيسى، الحين انت يوم تتكلم عن عمليه دعم مثل هذه المشاريع واخراج يمكن المشاريع اللي في البيوت الى الخارج، هي عمليه الدعم كيف بتكون من خلالكم او شو تحتاجون على اساس ان يجيكم الدعم الصح؟ طبعا اول شيء انا اوجه شكري لمؤسسه الشيخ سعود لدعم مشاريع الشباب، طبعا ما قصرت ويانا، راعتنا صارت كراعي لنا وقالت نحن بنقدم لكم السهولات. مؤسسه الشيخ سعود ما شاء الله عندها مشاريع اللي هي يشتركون فيها، فمن هاي المشاريع نحن قدرنا نطلعه، ايضا عن طريق يعني عندنا حساب راك لايف عن طريق النشر، يا جماعة الخير مثلا عندنا المشاريع الوطنية، عندكم معرض تقدرون تشاركون وياه وتقدرون تبرزون أموركم ومشاريعكم معنا، وأي شيء بخاطركم نحن فاعلكم. طيب نعم، الحين نعتبر هاي كلمة موجهة منك إلى الشباب، للشباب والشابات وكل حد، كل حد اللي عنده موهبة وطنية نبغى ندعم الشاب الإماراتي والشاب الإماراتية إن شاء الله. بإذن الله أكيد بنشوف هذا الفرق في عامكم الجديد اللي بتسوونه بإذن الله المبادرات الجاية، ونتمنى لكم التوفيق. نحن وايد نسعد يوم نشوف شباب إماراتيين يسعون في هذه المبادرات الجميلة، كل التوفيق لكم يا ربي. يعطيك العافية. يعطيك العافية إن شاء الله. طبعا أكيد مشاهدينا كل الشكر لعيسى محمد زريف المتحدث الرسمي باسم قافلة دكاكين الخير، وبناخذه برد على رأس الخيمة مباشرة هني. تحتضن جبال منطقة عسمر برأس الخيمة قرية تراثية يتعانق فيها الغصن الأخضر مع تاريخ الأجداد، حيث ضمت الكثير من مظاهر الحياة القديمة لأهل الإمارات. راشد شهياري مواطن جمع مقتنيات قديمة وبنى مجسمات ضخمة حفاظ على تراث الأجداد. زميلنا عبد الله الحريبي معها تفاصيل. مر
مرحبا وسهلا فيكم متابعينا الكرام في هذه الفقرة. ابناكم معنا إلى قرية تابعة لإمارة رأس الخيمة وتسمى بقرية عسمة. هذه القرية اللي اشتهرت بالزراعة واشتهرت بالشكل التراثي، لكن مكان ابناكم إياه مكان مميز اشتهر بالمجسمات الكبيرة لبعض الأواني الفخارية ولبعض الشغلات التراثية الأكثر من رائعة. خلكم معنا في هذا التقرير. هذه الأشياء جمعتها الحمد لله رب العالمين من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الشباب. نعم، من المكانات هاي عندي الراد القديم اللي كان أسود والأبيض، والراد بعد نفس الشيء، في أشياء كانت قديمة والحمد لله رب العالمين جبناها من برا وشيء موجود هنا، والشباب ما قصروا جزاهم الله ألف ألف خير. كنا زمان تابع الإلكترونيات القديمة، التلفزيون القديم اللي أسود وأبيض. نعم بالله، وما كنا ما كنا متوفر الأشياء هاي إلا كان التلفزيون موجود بس والراديو. فحبيت اني اظهر للناس اللي كانت الراديو وهذا هي الموجودات، موجودات قديمه اللي الناس كانت تتابعها، الراديو القديم، التلفزيون، هاي الاشياء موجوده. لا والله الوالد جزاه الله الف خير، كان الوالد مزارع، فانا حبيت الاشياء هذه من يعني من حوالي 20 سنه بديت اجمع الاشياء هذه واطرق الاشياء هذه لجمعها من كل مكان عشان تكون قديم. الحين بتروح هذه الاشياء القديمه كلها بتروح اذا ما حافظنا عليها، وقال المغفور له الشيخ زايد اللي ماله ماضي ماله حاضر. فجمعنا الاشياء هذه عشان تكون للمستقبل للشباب. فقلت ليش ما اصنع شيء كبير عشان اللي جاي من مكان بعيد بيشوف المجسم كبير وحلو، يعني شيء شو يدل هذا. بعض الاشياء صغيره ما تنشاف، قلت خلني اصنع شيء كبير عشان تكون واضحه للناس على الطريق مار يشوفها. هاي طريق والله اوقات المدارس جزاهم الله خير اي هنا ويعلموا اطفالهم ويخبروهم، فيتصلوا فيني يقول ان شاء الله غلم ان شاء الله بيكم، فاخبرهم عن كل شيء، يعني شو ليش سويت هالاشياء هذه، مثلا الغوري شو مقصد الغوري، فنيان الفنيان شو المقصد الفنار. يعني كثير من الاطفال للاسف ما يعرف الفنار، يعرف منه الفانوس. هو الفنار صحيح البريق الجاهي احنا نسميه غوري، هم يسموه بريق. الحين عندك الاشياء مثل اللي الله محصله الخنير الخاتم، يعني سويت حجم كبير عشان الشخص الطالب مال المدارس يشوف الشيء هذا ويتعلم منه. الله يرحم الشيخ زايد يغمد روحه الجنه. طبعا قوله اللي دائما يقولها اللي ماله ماضي ماله حاضر، يعني اللي ماله ماضي ما يتكلم عن ماضي ما في فايده يتكلم عن الحاضر، لازم يتكلم عن الماضي اول حاجه. طبعا اقول لان كل واحد عنده تراث ولا ابوه مخلف له تراث انه ما يودر الصنعه هاي، اللي نجار اللي صاحب بحر اللي صاحب تراث اللي صاحب عسل، الاشياء هاي اذا ودرها خلاص راح نستورد كل شيء من برا، فليش احنا ما نحافظ عليه وللاجيالنا القادمه، لاجيالنا القادمه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، تقريرنا لهذا اليوم كان تقرير جدا رائع، رجعنا الى الزمن الجميل. اتمنى انتم ايضا تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الخضره الرائعه. شكرا لكم على حسن المتابعه، في امان الله. شكرا عبد الله الحريبي. مشاهدينا الى جديد الاخبار، اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه حرص دوله الامارات العربيه المتحده بقياده صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله على تعزيز وتوطيد العلاقات الاخويه الوثيقه مع جمهوريه مصر العربيه والدفع بها الى افاق ارحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الامن والاستقرار لدول المنطقه وشعوبها. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في العاصمة أبو ظبي، حيث بحث سموه وفخامة الرئيس المصري تعزيز العلاقات الأخوية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحبا سموه في بداية اللقاء بالرئيس المصري في بلده الثاني دولة الإمارات، معتبرا أن هذه الزيارة تعكس حيوية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتجسد حرص قيادتيهما على التواصل والتنسيق المستمرين في كل ما فيه خير البلدين والأشقاء العرب.
كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب حسن عبد الله محمد البشر الذي استشهد من قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. وأعرب سموه خلال زيارته اليوم إلى مجلس العزاء في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد حسن عبد الله محمد البشر، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وثمن سموها الشجاعة والتضحيات والبطولات التي قدمها الشهيد البطل ورفاقه من الجنود البواسل في سبيل رفعة البلد والوطن وعزته، مشيرا إلى أنها ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز لشعبنا الوفي وقيادته الحكيمة. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد. مشاهدينا طبعا هذه كانت الأخبار الإضافية، وننتقل إلى مركز كرياتيف اللي طبعا لطب الأسنان المتخصص في جميع أنواع العلاجات والتركيبات، يقدم عروض خاصة صحيح؟ أكيد يقدم عرض خاص لبطاقات VIP Gold بقيمة 6000 درهم مقابل 1000 درهم فقط، باقة عرض مميزة وتتضمن تخفيضات 50% على التركيبات والعلاجات بالإضافة إلى ابتسامة هوليود والتي تتم بأحدث التقنيات في هذا المجال، وكذلك فتح الملف والكشف المجاني بجهاز بانورما وصور الأشعة وسيتي سكان 3D. يتضمن العرض أيضا التنظيف والتلميع الماسي مرتين في السنة مجانا. أما إذا أردت الحصول على أسنان بيضاء فالعرض يقدم لك خدمة تبييض الأسنان مرة في السنة مجانا. بطاقات VIP Gold هي اشتراك سنوي يضمن لك خدمات متميزة. بالتوفيق طبعا. بس كم مأثر علي ترى خلاص الله يعطيك العافيه والله. خلاص بس كم ربيع ما يصير تروحين مركز كرياتيف ما عندهم شيء خاص. سايره انا يوم الاحد باذن الله سايره ترى متابعين وراح اكون هناك باذن الرحمن، راح اسوي عندهم تبييض اللثه والاسنان. تبييض اللثه؟ اللثه والاسنان، هي عندهم توريد اللثه وينظفون الاسنان بعد، فان شاء الله يوم الاحد راح اروح ان شاء الله. اذا بالتوفيق لمركز كرياتيف وتوفيق لكم كلكم طبعا. باقه مميزه جدا اللي حاب يحصل عليه طبعا مركز كرياتيف قيمتها 1000 درهم وهي بطاقه ذهبيه فيها كثير من التفاصيل. مشاهدينا كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، نأخذكم إن شاء الله في حلقة جديدة باكر في أمان الرحمن. من لكم أجمل تحية، تصبحون على ألف خير.